الحديثة. إنها السيجواي لعبة جديدة على الساحة اللبنانية، إنما ليس بالمطلق، فهي مستمدة من لعبة البولو الشهيرة على الأحصنة. يتألف كل فريق من 4 لاعبين وحارس مرمى، وتبلغ سرعة السيجواي 12 ميلا في الساعة، وتعمل على بطارية كهربائية تستغرق 17 ميلا، وتعتمد على مهارة سائقها أي اللاعب. وعلى الرغم من حداثتها، فقد كان منتخب لبنان محط ثقة منظمي بطولة العالم حين نال دعوة رسمية للمشاركة فيها من أصل 16 منتخبا، أبرزهم ألمانيا بطلة العالم مرتين، إلى الدنمارك وسويسرا والسويد والصين وغيرهم. هلا نحن الفريق اللبناني، نحن كنا نلعب بولو على الحصان ومن شي 10 سنين نحن بنلعب، يعني مشان هيك صارت السيجواي هينة علينا. لما بدلنا السيجواي الأحصنة بالسيجواي صارت اللعبة هينة، لأنه الفريق كان منتخب لبنان بالبولو. بطولة العالم شهر الجاي من 5 إلى 10 حزيران بستوكهولم، هاي البطولة الثامنة، صار لهم 8 سنين بيعملوا بطولة. لبنان مشارك لأول مرة بكأس العالم، الفريق المنتخب الوحيد العربي وبالشرق الأوسط، ما في غيرنا. بآسيا في بس منتخب الصيني، بعدين أمريكا وأوروبا، و16 منتخب مختلفين من العالم. صار لهم 8 سنين البلاد بيشاركوا بكأس العالم، نحن أول سنة بنشارك. بلشنا تمارين من شهر 11، قررنا انه نخوض هالمعركه هيدي ونبلش بتمارين. اللعبه بعدها لعبه جديده بالعالم، يعني الفرق اللي نحن عم ننافسها ما عندهم احتراف بالمعنى الاحتراف الرياضي اللي نحن بنعرفه، مثلنا نحن، يعني نحن كلنا رجال اعمال وموظفين وهذا. ما في احتراف 100%. مثل بدك تقول هوات. بقى الشباب اللي عندنا، نحن عملنا تدريب مكثف، عم نعمل 3 تدريب، 3 وخميس وسبت بنادي الانصار، ونهار الجمعة بنلعب لعبة برانية، يا فوتبول يا باسكتبول يا لياقة بدنية، لحتى يكونوا الشباب جاهزين. يعني نتمرن 4 ساعات بالأسبوع، كل تمرين بين الساعة ونص وساعتين. شتى، عواصف، ثلج، ما وقفنا ولا نهار. بقى بفتكر الشباب صاروا جاهزين، نعمل نتيجة إذا الله بريد. يخوض كل فريق 3 مباريات في الدور الأول، ويتأهل منه الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.